قبل أقل من أسبوعين ارتفعت كلفة هذا البناء غير السعودي، والسبب هو فرض رسوم حكومية شهرية على تشغيله. وزارة العمل قررت ذلك في محاولة لتوطين مهن القطاع الخاص، لكن المستثمرين في قطاع المقاولات يتخوفون من هذا القرار بسبب ندرة من يعمل في قطاعهم من السعوديين. دولتنا غنية، لو فيه لا قدر الله تقشف وعدل في الأمور المالية كل أموالنا فدا للدولة. أما الآن ميزانياتنا فائضة وأمورنا المالية فائضة، ما أنا في حاجة العصف وبعدين اضطرابات من حولنا، ما أنا في حاجة استثارة أي مواطن أو أي تاجر أو أي شركة صغيرة أو أي منشأة صغيرة. الرسوم السابقة كانت 100 ريال سنوياً، لكن بعد هذا القرار الجديد أصبحت 2400 ريال عن كل موظف غير سعودي، رسوم يدفعها كل صاحب منشأة يقل عدد السعوديين عنده عن النصف، قرار قد ينجح في الحد من بطالة السعوديين كما يرى البعض. الرسوم هذه ستذهب إلى صندوق الموارد البشرية، بالتالي هي ستدعم عمليات التدريب والتأهيل التي يطالب بها القطاع الخاص ولا يتحملها أساساً، وأيضاً تصرف على الموظفين لمدة عام كامل، بالتالي لابد أن يكون هذا الصندوق له موارده وأن يكون القطاع الخاص مساهم بها بشكل قوي. وزارة العمل تواجه ضغطاً من المستثمرين، وهناك مخاوف من تأثير هذه الرسوم على الأسعار وأن المستهلك النهائي قد يتحمل هذه المدفوعات. المستثمرون يقدرون التكاليف الإضافية ب16 مليار ريال سنوياً، ويقولون أن إصرار الوزارة على فرض تلك الرسوم سيجعلهم يطالبون العاهل السعودي بالتدخل لوقف هذا القرار وتلك الرسوم. عبد المحسن القباني، سكاي نيوز عربية، الرياض.